ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. فتلة الشوفير الأخيرة. كنا بالست زينب يا معلم، وحدث وأنني انتهيت من دوامي وراح بيت التاكسي ونام، وتعب يجيك طلب على أبعد إرني عن الست زينب، ألا وهي جديدة عرطوز مكان إقامة حضرتنا الشوفير الذي يحدثكم الآن. أجانا أول طلب على مساكن برزة فرفضناه، ثم أجانا طلب تاني على العباسين حيث الساحة الفرج اللي ما بيخطر تصميمه على بال كبار المهندسين في العالم ورفضناه. أخي أول شي مو على طريقي، وتاني شي ما بدي شوف الساحة وما بدي هز بدني. المهم ما يكون بالطويلة، طولنا بالصفة، قلنا خلص بدنا ناخد أول طلب يفوتنا على الشام وبعدين منشد الرحال على جديدة عرطوس. وإجانا طلب على الدويلة يا أبو شريك، فأخذنا وفتنا بهالحارات وطلعنا بعد لقي. نسيت لكم أني خريج أدب عربي بس بشتغل شوفير تاكسي مرأة هواية. فضينا الحمل المكون من راكبتين وراكب وأخذنا حمل جديد على التجارة. وما جانا طلب لا على الجديدة ولا حتى على المزة. طلعنا من التجارة وحطينا الرحال في ركن الدين. قلنا له للراكب وعيلته انه ما بطلع الجبل، لكنه اصر. فقلت لنفسي ما تخجلوا يا ولد، لكن سائقي الهوندايات الصافين في سفح الجبل رفضوا ان اطلع. طلع من تخصصهم ونزل الراكب وعيلته وصعدوا بالهوندا، هو من قدام ومرته وولاده وراء. طبعا متخلف، بس مو معقول يركب مرته قدام بجنب الشوفير تبع الهوندا اللي مركب زمور قاطرة ومقطورة. وأجانا طلب على معربة، قلنا حرام الدنيا ليل خدهم يا ولد. ومن معربة عدنا على أنغام سارية السواس إلى برزة، ومن برزة إلى باب شرقي، حتى جاءني شاب ليركب. فقلت له بأنني رايح على جديدة عرطوس، فقال لي إيه على طريقك معلم، أست زينب لو سمحت. واسمعني واسمع يلا عينك تدمع. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريا.